للاهلي ونتكلم عن الدوري واولى المباريات اللي هتكون مع الاسماعيلي واكيد ما فيش حاجه قلنا لها سهله ولا مضمونه، فخلينا برضو نعرف. وطبعا يعني ماتشات النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي دايما ماتشات كبيره، ماتشات جماهيريه، ماتشات ما حدش بيتوقع نتيجتها. لسه طبعا لحد دلوقتي ما نعرفش الماتش هيبقى في اسماعيليه، ودي محاولات بتحصل ان الدنيا ترجع لطبيعتها تاني والنادي الاهلي يلعب في اسماعيليه والاسماعيليه الاسماعيلي يلعب في القاهره وترجع الامور طبيعيه تاني. لكن هو ماتش كبير جدا وماتش بدايه ولا اروع للدوري، بدايه قويه جدا. الماتش بحجم النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي ده بيبقى من الماتشات الجماهيريه وكل الناس قاعده بتستمتع بيها وبتبقى قاعده مستنياها. النادي الاهلي عمل تدعيمات محترمه وعمل صفقات قويه جدا على الخط الهجومي كمان او الناحيه الهجوميه، في تدعيمات بشكل كويس جدا. النادي الاسماعيلي برده مر بظروف صعبه الفتره اللي فاتت وحاول على قد ما يقدر هو يدعم في حدود الامكانيات المتاحه. جاب مدير فني عنده خبرات كبيره جدا في الدوري المصري ومدير فني محترم، عنده سي في محترم جدا في الدوري، وانا من الناس اللي انا بحترمهم جدا كابتن طلعت يوسف. ليه فلسفته وليه طريقته، اعتقد بيبقى ماتشاته بتبقى رخمه بلغه الكوره، بيقدر يعني يرخم على الفرقه اللي قدامه ويقدر يعمل اسلوب منظم للفرقه اللي بيلعبها، بيحفظهم جمل كويس، بيحفظهم الوقفه ازاي في الملعب. فمن هنا بتكمن صعوبه اللقاء، لان هو ممكن يقفل شويه الامور على النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي عنده عناصر هجوميه، عنده عناصر تقدر تصنع الفارق الهجومي، ده اللي شفناه حتى في ماتش انبي. يمكن السوبر ما شفناش الكلام ده، لكن بعد مع الوقت شفنا يعني مكسيوني طبعا من اللعيبه اللي انا شايف اللي هي هتبقى ليها مستقبل كويس مع النادي الاهلي. حسام حسن ان شاء الله باذن الله لسه بيستاو، طبعا هيكون على بدايه الدوري هيكون متاح. طبعا النادي الاهلي هيفتقد العناصر دي او الصفقات الجديده في بطوله افريقيا اللي نتمنى له طبعا كل التوفيق فيها، والعناصر القديمه هي يعني هي اللي جابت بطوله افريقيا اللي صحيح. فاتت طب. وقادره على تعويض او تعويض غياب اي حد ان شاء الله. فكرك بيتسو موسيماني محتاج يراعي حاجات معينه مع بدايه الموسم الجديد؟ هل محتاج يعدل شيء، يغير من فكره، يغير من تكنيكه؟ هو طلع اعترف بكده، هو طلع بعد الدوري بعد خساره الدوري قال انا في حاجات انا لسه كنت يعني بتعرف على الدوري المصري وبتعرف على اللي بيحصل في الاجواء الدوري المصري. هو السنه اللي فاتت النادي الاهلي كان بتحصل حاجه غريبه انا ما تعودتش عليها من ساعه ما يعني الواحد بدا يتفرج. النادي الاهلي كان بعد ما بيتقدم كان طبيعي دايما النادي الاهلي بعد ما يجيب جون يجيب الثاني ويكمل ويدوس على اي على الفرق عشان يحصل حاله همدان للفرق اللي قدامه. لا، النادي الاهلي كان بيجيب هدف ويرجع يدافع او بيحصل تراجع غريب والفرق الثانيه بتتعادل. النادي الاهلي تعادل خمس او ست مباريات في الوقت القاتل زي ما بنقول، دي ما كناش متعودين عليها في النادي الاهلي. لازم مستر موسيماني احترم الفرق واديهم وضعهم الطبيعي ويعني واحترم كل خصم، لكن ما بالغش في الاحترام. انا النادي الاهلي هدفي واحد، اسلوبي واحد من ساعه ما النادي الاهلي اتعمل، هو اللي انا اكسب واطلع الاول وانافس على كل البطولات، وكل ماتش بالنسبه لي هو بطوله، فعايز هدف واثنين وثلاثه. فلازم مستر موسيماني يكون اعتقد لازم يكون استفاد من الدروس اللي فاتت، دروس كانت قاسيه جدا جدا، فاتمنى اللي هو يصحح من اخطاء اللي فاتت، لان هو يعني انا شايف الدوري اللي فات كان دوري من اسهل الدوريات اللي كان النادي الاهلي ممكن ياخدها او يحصل عليها بشكل او باخر. يعني ماشي، انا هاخد من كلامك كابتن ايهاب بقى، لان في بعض النقاط يعني اللي اختلف فيها البعض. يعني فكره ان كان موسم من اسهل المواسم، لا، البعض كان بيتكلم ان لا ده مش موسم كان سهل، بالعكس ده موسم كان فيه ضغط رهيب جدا. فكره ان انا اقول موسيماني يتعلم من اخطائه، البعض برضو ليه وجهه نظر اخرى، بيتقال ان مش خطا موسيماني فقط، اللعيبه لهم دور كبير جدا، تنظيم كان ليه برضو فكره المباريات وتوقيتها وكده كان ليه برضو عامل كبير جدا. فخليني اعرف وجهه نظرك. ماشي، هناخد نقطه. هو اعترف في اخر الموسم، اعترف اللي هو كان فيه تقصير منه في بعض الامور وفي بعض المباريات وادارته ليها، فطبعا ده اعتراف انا احييه عليه واحترم كلامه. وفي طبعا كان فيه تقصير طبعا، وكان فيه تصريح من حسين الشحات انا فاكر قال اللي احنا برضو قصرنا او في تقصير مننا وكنا احد اسباب ضياع الدوري. انا اقصد بسهوله الدوري ايه، ان النادي الاهلي كان فيه مباريات في ايده، ده اللي انا اقصده. يعني كان في مباريات في ايده والنادي الاهلي كان مسيطر ومستحوذ وهو المتقدم وكان عامل كل حاجه في الكوره، فجاه بنلاقي في اخر اللقاء هدف التعادل، نلاقي خساره للنادي الاهلي. فدي كانت هي دي ده اللي انا اقصده، السهوله من هنا. لكن طبعا كان في صعوبات اللي هي ضغط المباريات بعد الرجوع من بطوله افريقيا، كان في ضغط كبير جدا، دي صعوبه. انا بتكلم على المباريات، المباريات اللي كانت موجوده كان في مباريات كتيره جدا النادي الاهلي يقدر يحسمها بسهوله وتخليه يفرق كتير جدا من النقط.
ده اللي انا اقصده يعني. ممكن كمان الاجهاد كان ليه دور ان الفاينل تاتش او يعني الختام بتاع المباراه ما كانش اكيد ممكن يبقى الحمل البدني والاجهاد البدني طبعاً. كان عامل مهم جدا، بس النادي الاهلي يعني عودنا على كده، عودنا على اللي هو دايما يكون محطوط تحت ضغط، محطوط تحت بطولات كتيره بيشارك فيها، فنتمنى التوفيق.